الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سبق معنا الحديث عن الجنايات وتعريف معنى الجناية، ومر معنا أن الجناية إما أن تكون على النفس أو ما دون النفس، وأن ما دون النفس يشمل الأعضاء ويشمل المنافع. بدأ المصنف أولا في الحديث عن الجناية على النفس. والجناية على النفس ورد في السنة تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: إلى عمد وشبه عمد وخطأ. ولكي نستطيع التفريق بين هذه الأنواع الثلاثة، سأذكر لكم طريقة سهلة. إذا عرفت هذه الطريقة وهذا المسلك، استطعت بسهولة أن تميز بين أنواع القتل الثلاثة. فنقول أولا إن قتل العمد ما وجد فيه شرطان، فإذا اختل واحد من هذين الشرطين إما أن يكون شبه عمد أو خطأ. فالشرطان اللذان إذا اجتمعا صار القتل قتل عمد، أحدهما أن يكون القتل ناتجا عن قصد فعل عدوان، والشرط الثاني أن يكون القتل بآلة تقتل غالبا، بآلة تقتل غالبا. وفقهاؤنا يعدون التسع أنواع من الآلات التي تقتل غالبا. نبدأ بالشرط الأول. قلنا إن الشرط الأول هو أن يقصد، أن يكون القتل ناتجا عن قصد فعل عدوانا. عندما نقول قصد بمعنى أن يكون القتل ناتجا عن فعل مقصود وليس الفعل خطأ. الأمر الثاني، عندما نقول قصد الفعل لم نقل قصد القتل، لأن إرادة القتل أمر باطني، وإنما ننظر لإرادة الفعل الذي أدى إلى القتل. فلو أن امرأ يمزح مع صديقه وأطلق عليه النار من باب التخويف، فهذا ليس بقاصد القتل، لكن نقول هو قاصد الفعل، فنسمي فعله قتل عمد لأنه قصد الفعل. الأمر الثالث، أننا نقول إن هذا الفعل الذي أدى إلى القتل عدوان، بمعنى أنه غير مأذون به في الشرع. فلو أن امرأ قصد فعلا غير عدوان فقتل به، فالقتل هدر مثلا، وقد يكون خطأ، مثل الذي يقوم بالاقتصاص من الجاني، فإنه قد قصد فعلا لكنه ليس بعدوان فصار هدرا. ومثله الذي يفعل ما له فعله، فإنه لا يكون فعله ذلك هدرا، فإنه لا يكون فعله ذلك عمدا، لا يكون عمدا. هذا الشرط إذا اختل فإن القتل يكون قتل خطأ، ويشمل هذا الشرط خطأ القصد وخطأ الفعل، لأنه إذا لم يوجد القصد للفعل الذي أدى إلى القتل فإنه يكون خطأ قصد، وإن وجد قصد الفعل لكن الفعل ليس عدوانا فإنه يسمى خطأ الفعل. الشرط الثاني أن يقتل بآلة تقتل غالبا، وعددوا منها المحدد والمثقل والسم والتحريق والتغريق والخنق وغير ذلك من الأمور التي أوردوها، وهي تسع. فنقول حيث قتل بآلة تقتل غالبا مع وجود الشرط الأول فالقتل قتل عمد، وإن اختل هذا الشرط الثاني فقط فإن القتل يكون قتل شبه عمد، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قتيل السوط والعصا شبه عمد. إذن هذان الشرطان إذا اجتمعا فالقتل قتل عمد.
إن اختل الثاني فقط فالقتل شبه عمد، إن اختل الأول فقط مع وجود الآلة القاتلة فالقتل خطأ، إن اختل الأول والثاني معا فالقتل خطأ كذلك، إلا في بعض الصور قد تكون هدرا. إذا عرفت هذا الذي قلته لك قبل قليل وفهمته فهما دقيقا استطعت بإذن الله عز وجل أن تميز بين أنواع القتل الثلاثة، ولكن تحتاج إلى إعادة تأمل في الشرطين ذكرت لك وخاصة الأول. نبدأ بأنواع القتل الثلاثة. نعم، ماذا يقول الشيخ؟ أحدها العمد العدوان. نعم، قال الشيخ العمد العدوان. عندما نقول العمد فالمقصود العمد بمعنى تعمد الفعل الذي أدى إلى القتل، وليس المقصود عمد القتل، لأن عمد القتل خفي، فالذي أراد التهديد أو أراد التخويف أو أراد المزاح فعله إذا كان عمدا فإنه يكون قتل عمد وإن لم يقصد القتل. وعندما نقول إنه عدوان لأن من فعل ما له فعله أو فعل مأذونا له به شرعا فإن قتله لا يكون قتل عمد، وتعبيرنا بالعمد العدوان هو الذي ذكرناه قبل قليل في الشرط الأول، وهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا. نعم، قوله وأن يقصده بجناية تقتل غالبا أي بآلة تقتل غالبا، وهذه الآلة تقتل غالبا هي الشرط الثاني لكون الفعل قتل عمد عدوان، والآلة التي تقتل غالبا هي المحدد والمثقل، وأشرت لكم بعد قبل قليل لبعض أمثلتها وقد عدها فقهاؤنا تسعا. فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية. نعم، إذا حكمنا بأن القتل قتل عمد فإن ولي الدم يخير، طبعا ولي الدم قد يكون قرابة الجاني وقد يكون كذلك أيضا في الجناية على النفس المجني عليه نفسه إذا كان حيا في قضية القصاص. قال يخير الولي فيه بين القتل والدية، والمراد بالقتل أي القصاص وهو الذي يسمى القود، والدية التي قدرها الله عز وجل. دليله لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي، متفق عليه. نعم، وليس له غير ذلك. والانتقال إلى الدية إما أن يكون بالعفو وإما أن يكون بسبب فوات أحد الشروط للقصاص أو لأحد شروطه عدم إمكانه، فإذا اختل أحد شروط القصاص أو عدم إمكانه فإن الدية حينئذ تكون واجبة ابتداء. نعم. ثاني شبه العمد. بدأ المصنف في ذكر النوع الثاني من القتل وهو شبه العمد، وسبق معنا هو الذي يكون كالعمد في القصد لكنه يختلف عن العمد بالآلة التي تكون فيها القتل أو يكون بها القتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن قتيل السوط والعصا شبه عمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. نعم، والذي لا يقتل غالبا جعلوه مثل الصوت والعصا، وحده فقهاؤنا بفسطاط الخيمة وهو العمود الذي يكون في وسطها، وليس المقصود بالفسطاط فسطاط مطلق الخيام، لأن الخيام التي عندنا الآن ليس فسطاطها فسطاط خيمة العرب، إذ خيام العرب كان فسطاطها عمودها كان صغيرا، فلو رأيت الخيام القديمة ليست بتلك العريضة، أما الآن الخيام التي يتعامل بها الناس عمودها عريض جدا، هذه لا شك أنها من المثقل، القتل بها يكون قتل عمد. الثالث الخطأ. نعم، النوع الثاني من أنواع القتل وهو قتل الخطأ، وهو نوعان، قصد خطأ في القصد وخطأ في الفعل، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب. نعم، قوله بغير قصد هذا إشارة لأحد النوعين، وقد يكون قاصدا لكنه أخطأ بالفعل، مثل أن يرمي آدمياً يظنه صيداً فبان أنه آدمي، فهنا فعل ما له فعله فبان خلاف ذلك. وقوله بمباشرة أو بسبب هذا يدلنا على أن المباشر والمتسبب كلاهما يؤاخذ بالجناية العمد، لكن بشرط المتسبب حيث وجد مباشر فإنه لا يؤاخذ لأن الفعل ينسب للمباشر، فإن لم يوجد مباشر نسب الفعل للمتسبب. مثال ذلك رجل حفر حفرة ثم جاء آخر فدفع رجلا فسقط فيها فمات، وكانت الحفرة في مكان لا يجوز حفرها فيه كطريق، فنقول إن المتسبب هو الحافر والمباشر هو الذي دفع،
فيكون الجاني الذي دفع الشخص أو المجني عليه. بينما لو حفر امرؤ حفرة في مكان لا يجوز حفرها فيه كطريق، فمر رجل فسقط بها وحده، فنقول حيث لا مباشر نثبت قتل الخطأ على المتسبب، لأنه حينئذ يكون متسببا بالجناية. نعم. ففي الأخير لا قواد بل نعم، قوله في الأخير أي في شبه العمد والخطأ أي الأخيرين، فإنه لا قواد فيهما. ففي الأخيرين لا قواد بل الكفارة في مال القاتل. نعم، قال بل الكفارة تكون في مال القاتل، والكفارة هي تحرير الرقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد بقيت في ذمته، وليس في كفارة القتل إطعام لظاهر الآية. وعندما قال إن الكفارة في مال القاتل قصده الاعتاق، فإن عجز عنه انتقل للصيام. والدية على عاقلته. نعم، العاقلة هم العصبة، وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم توزع عليهم بقدر حالهم. طبعا عصبته المراد بالعصبات الذكور، لأن الإناث لا يكون عصبات. إذن الشرط الأول أن العصبة لا بد أن يكون ذكورا. الأمر الثاني لا يلزم أن يكونوا وارثين، بل يقسم على قريبهم وبعيدهم. وطريقة التقسيم أن يأتي الحاكم فيقسم المال على القريبين، فإن وفى مالهم به وإلا انتقل لمن هم أعلى بدرجة، فإن وفى انتقل لمن هم أعلى بهم بدرجة، وهكذا فيقسم للأقرب ثم الخامس ثم بعد ذلك إلى حتى ينتهي لمنتهى قبيلته. العاقلة لا تحمل كل دية، بل لا بد أن تكون الدية ليست عمدا، أما العمد فإنها لا تحمله، إذ العاقلة لا تحمل عمدا. الأمر الثاني، العاقلة لا تحمل ما كان دون الثلث من الجنايات، وإنما ما زاد عنه. الأمر الثالث أن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني ولم تصدقه العاقلة، فإن صدقته العاقلة أو ثبتت الجناية ببينة أي بشهود فإن العاقلة تتحمل ذلك. ومن كان من العاقلة فقيرا سقط، ولا يلزمه بذل الدية، وإنما يبذله من الدية الأغنياء، وذكرت لكم طريقة حسابها. والذي عليه العمل عندنا على خلاف المشهور، فإن المشهور أنها تجب على العاقلة ابتداء، وأخذوا بالقول الثاني أنها تجب على الجاني ثم تنتقل إلى العاقلة، ولذا يلزمون على الرواية الثانية بأن يدفع الجاني الدية ثم يرجع هو على العاقلة، فالعاقلة تدفع له ما دفع. وتؤجل عليهم 3 سنين كل سنة يحملون ثلثها. قال تؤجل 3 سنين، الدية تؤجل 3 سنين، وهذا من التخفيف على العاقلة. والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم. نعم، حديث عمرو بن حزم هو العمدة في الديات، مع أن حديثه مرسل، ولذلك قالوا أجمع العلماء على العمل بحديث عمرو بن حزم المرسل، وهذا معنى قول بعض أهل العلم إن الحديث المرسل مجمع على العمل به، أي في بعض الصور، ومنها حديث عمرو بن حزم هذا، بيد أن العلماء اختلفوا في الحديث المرسل ما هي شروط قبوله في الاحتجاج، فالشافعي أورد 4 شروط وغيره زاد وغيره نقص. من أحسن من جمع أقوال العلماء في هذه المسألة العلائي في كتابه جامع التحصيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وفيه. نعم، وفيه أي وفي كتابه، وعمر بن حزم هو أنصاري من أهل المدينة. نعم، وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. نعم، هذا ما يتعلق بقتل العمد فإن فيه القود. وإن في النفس الدية 100 من الإبل. نعم، قوله إن في النفس الدية 100 من الإبل يدلنا على أن الديات سواء كانت عمدا عند سقوط إمكان استيفاء القصاص، أو إذا كانت شبه عمد أو كانت خطأ، ففي الجميع 100، ولكن التغليظ يكون في العمد وشبه العمد، وأما الخطأ فلا تغليظ فيه، في الإبل فقط، ويكون تغليظها باعتبار العدد، باعتبار الصفة، فإذا غلظت قسمت 4، 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة، وسنتكلم عن التغليظ في آخر الحديث. وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية. نعم، كل شيء من أعضاء الآدمي إذا كان لا يوجد في الجسد منه إلا شيء واحد ففيه الدية كاملة،
فقال وفي الأنف إذا أوعب جدعا أي قطع كله ففيه الدية. الأنف فيه ثلاثة أجزاء، فيه المارن وهو العظم الذي يكون في الوسط، وفيه المنخران اللذان يكونان من جهة اليمين والشمال، ففي كل واحد من أجزائه الثلاثة ثلث الدية. فإذا أوعب جدعا بأن قطع المارن مع المنخران مع المنخرين فإنه يكون حينئذ فيه الدية كاملة. وفي اللسان الدية، قال وفي اللسان الدية لأنه شيء واحد. وفي الشفتين الدية، قال وكذلك الشفتان ففيهما الدية لأنها فيها في الإنسان شيء، فيها شيئان في الإنسان فهما أمران، ففي كل واحد منهما نصف الدية. وقد تكون الجناية لا تذهب عين الشفة وإنما تذهب منفعتها، ومثلوا لذهاب منفعة الشفة قالوا بأن تشل أو بأن يجني عليه فتحصر الشفة عن الأسنان، يصبح الفم تظهر فيه الأسنان بعد الجناية، ونحو ذلك من الأمور التي تكون فيه منفعة الشفة قد زالت. وفي الذكر الدية، نعم لأنه في الإنسان منه شيء واحد. وفي البيضتين الدية، في كل واحد منهما نصف الدية. وفي الصلب الدية، نعم الصلب الجناية عليه تكون بالإحدداب، فإذا أصبح المجني عليه أحدب بعد الجناية فإنه تجب فيه الدية، لأن هذا منفعة الصلب، منفعته قوام الإنسان واستقامة ظهره، فإذا احدودب بعد الجناية فقد ذهبت منفعته. وفي العينين الدية، ففي كل واحدة من العينين الدية. وأما البصر فذهاب البصر منفعة، فإذا ذهب البصر دون العين ففي ذهاب المنفعة كاملا الدية، وإن ذهبت المنفعة مع المحل بأن ذهبت العين مع البصر ففيها دية واحدة لأنها تابعة لها. وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وأما الأهداب فإن في كل واحد من الأهداب ربع الدية لأنها أربعة. قال وفي الرجل الواحدة نصف الدية، إذ الرجل في الإنسان منها اثنان ففي كل واحدة منها نصف الدية. وفي المأمومة ثلث الدية، نعم بدأ يتكلم في الحديث عن ما يسمى بالشجاج، الجروح التي تكون في جسد الآدم نوعان، إما أن تكون شجاجا وإما أن تكون جروحا. فإذا كان الجرح في الرأس أو في الوجه فإننا نسميه شجة، وإن كان في البدن من الرقبة فما دون فإننا نسميه جرحا. فرقنا بينهما من جهتين، الجهة الأولى لأجل مقدار الديات كما فرق به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم، والأمر الثاني لمسألة القصاص، إذ القصاص لا يكون في الجائفة وإنما يكون في الشجاج حيث وصلت إلى عظم، أو الجائفة إذا وصلت إلى عظم، ولذلك يختلف ما الذي فيه القصاص وما ليس فيه قصاص. أولا نبدأ في الشجاج الرأس، شجاج الرأس ليس فيها الدية وإنما فيها الحكومة، إلا أن تكون الشجة موضحة فما زاد، فإذا كانت الشجة موضحة ففيها الدية وما قبل ذلك ففيه الحكومة. نبدأ بالشجاج، أول شجاج التي فيها قالوا الموضحة، وهو أن يشج رجل آخر حتى تصل إلى العظم الذي في الرأس فتوضحه، أي فتوضح العظم فيظهر البياض ولو بقدر إبرة، ولو بقدر نقطة، فيأتي الطبيب الشرعي أو مقدر الشجاج فينظر في الشجة، فإن كان قد بان العظم ولو بشيء يسير فإنها حينئذ تسمى موضحة، وفيها خمس من الإبل للرجل والمرأة سواء لا فرق. ثانيا قد تزيد الشجة، فبعد ما توضح تهشم العظم فنسميها الهاشمة، وهي التي أوضحت العظم أبانت بياضه ثم هشمته، والهاشمة فيها عشر من الإبل. الأمر الثالث إذا زادت عن ذلك فنقلت العظم من مكانه، أوضحت العظم وهشمته ونقلته فنسميها المنقلة، وفيها خمس عشرة من الإبل لأنها نقلت العظم من مكانه. ثم بعد ذلك المأمومة، أي وصلت لأم الدماغ، والمأمومة بأن تصل الجناية لأم الدماغ، وأم الدماغ هي قشرة رقيقة بين العظم وبين الدماغ، بمعنى ذلك أن الجناية أوضحت العظم وهشمته ونقلته وظهر أم الدماغ التي هي هذا الشيء اليسير.
هذه فيها ثلث الدية، والرجل والمرأة فيها سواء، لأن في الثلث فما دون الرجل والمرأة سواء. الأمر الأخير الجائفة، وسيأتي بعد قليل في كلام المصنف. وفي الجائفة ثلث الدية. قال وفي الجائفة، الجائفة هي التي تكون في غير الرأس والوجه، وإنما تكون في البطن، فهذه تسمى جائفة، ففيها ثلث الدية إذا وصلت إلى جوف الآدمي، بمعنى أنها وصلت للجوف. عندنا مسألتان. المسألة الأولى، لو أن امرأة جرح آخر فدخل الجرح من بطنه وخرج من ظهره، فنقول إنها جائفتان، حيث دخلت الآلة من جهة وخرجت من أخرى، فتجب عليه جائفتان أي ثلث دية. ومثله أيضا إذا كانت الشجة في الرأس ثم نزلت على الوجه، لأن الوجه ليس من الرأس، فنقول إنها تعتبر أيضا شجتان بحسب التقدير في ديات الشجاج. لو جرحه جائفتين، كأن يكون أطلق على بطنه رصاصتين، فنقول إنها فيها جائفتان. لو جرحان في رأسه ولو كبير أو صغير فهما واحد من حيث التقدير والدية، يعني مدام الجرح كبير أو صغير فهو دية واحدة، وإن كان جرحين ففيه ديتان. وفي نعم. المنقلة 15 من الإبل. نعم، تقدم معنا قبل قليل، والمنقلة هي التي أوضحت العظمة وهشمته ونقلته عن مكانه. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل. نعم، ثبت ذلك في هذا الحديث وفي غيره، لأن الأصابع 10 فيكون في كل أصبع 10 من الإبل، فمجموعها كم؟ 100، وهي الدية. فقطع الأصابع 10 فيها دية كاملة، قطع الكفين يعني قطع الأصابع مع الكفين معا في جناية واحدة فيها دية كاملة، قطع الكفين مع الذراعين فيها دية كاملة، فالحكم فيها جميعا لأن بعضها يدخل في بعض. طبعا بالنسبة للأصابع دون الأصبع يسمى أنملة، في كل أنملة من الأنامل ثلث 10 من الإبل، إلا الإبهامة ففي كل واحد من الأنامل 5 من الإبل وهو نصف العشر. وفي السن 5 من الإبل. قال وفي السن أي السنون التي في الفم، مهما كانت في مقدمته أو في مؤخره، فإن في كل واحد 5 من الإبل، سواء أزال السن من جذره أو أزال ظاهره فقط وبقي جذره، فالعبرة بالظاهر، أو أزال منفعته. وكيف يزيل منفعته؟ بأن يجني عليه فيسود، إذ من منفعة السن الجمال، فإذا سود السن ففيه الدية كاملة وهي 5 من الإبل، وفي كل سن 5 حتى تكمل باقي الأسنان. وفي الموضحة 5 من الإبل. تقدمنا قبل قليل وهي أقل الشجاج التي فيها دية، وما دون الموضحة فليس فيه دية وإنما فيه حكومة. وأن الرجل يقتل بالمرأة. نعم، الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل، ولا فرق، هذا في القود. وعلى أهل الذهب 1000 دينار. نعم، هذه المسألة تحتاج إلى شرح. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدر الدية 100 من الإبل، وقدرها كذلك على أهل الذهب 1000 مثقال أي 1000 دينار، وقدرها على أهل الفضة 12,000 درهم، وقدرها على أهل البقر 200 بقرة، وقدرها على أهل الغنم 2000 شاة. هذا التقدير الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي 5، وجاء الحلل لكنه من باب التقديم. عندنا قولان في المسألة. المشهور من المذهب أن هذه 5 كلها قدرت بها الدية، فيجوز للجاني أن يختار أي من 5. والقول الثاني الذي عليه العمل عندنا في المحاكم ضبطا للأمور، أن الأصل في الديات إنما هو الإبل فقط، وما عداها مقومة باعتبار عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك ففي زماننا نقول تقدر كم قيمة 100 من الإبل، وحينئذ تكون هي الدية، سواء ذهبا أو فضة أو بقرا أو كانت أيضا غنما، فهو من باب التقدير. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل الذهب 1000 دينار على المشهور يكون من باب التخيير، وعلى الرواية الثانية أي من باب التقويم لا من باب التقدير الشرعي. نعم. ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا. نعم، إذ أن عمد الصبي والمجنون خطأ، هذه قاعدة متفق عليها، فغير المكلف وهو الصبي والمجنون كل عمد منه يكون خطأ،
لكن أحيانا جنايته توجب قودا على غيره فيما إذا كان آلة في يد غيره فيكون مباشرا وغيره متسببا، فالمتسبب حينئذ عليه القود. والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية. نعم، هذه تقدم معنى المعصوم، دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. فالعصمة تكون بالإسلام وعدم أو بالذمة والمعاهدة، لأن الذمية والمعاهد ونحوهم معصوم الدم كذلك. وقد يكون العصمة أو فقد العصمة بسبب أن عليه جناية، فأولياء المجني عليه يقتل الجاني، فهذه أيضا وإن كان فيها افتياتا على ولي الأمر إلا أنه ينفي عنهم القود لأن لهم حق ذلك. قال: ومكافئة للجاني في الإسلام، تقدمنا قبل قليل، إذ لا يقاد غير المسلم بالمسلم، والرق والحرية كذلك. فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد. نعم، الحر لا يقتل بالعبد لأنه ليس مساويا له. وأن لا يكون والدا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد. نعم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقاد والد بولده، وثبت ذلك عن عمر وغيره من الصحابة. فالأب إذا قتل ابنه ووجب ذلك فيه القصاص، فلا يقاد الوالد أبا كان أو أما بولده. ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين. نعم، لا يقام القود إلا إذا اتفق جميع الأولياء، والمراد بالأولياء هم ورثة المال، إذ ورثة المال هم الذين يرثون الدم، فيشمل ذلك القرابات، ويشمل ذلك أحد الزوجين، فالزوج يرث المال فيرث الدم، والزوجة كذلك. وبناء عليه فلو ورث الجاني أو فرعه أو أصله كذلك جزءا من الدم فلا يقاد، بأن كان من الورثة مثلا ابنه، فلو كان أحد الورثة ورثة الدم ابن الجاني فإنه حينئذ لا قود. نعم. والأمن من التعدي في الاستيفاء. نعم، بأن لا يكون في استيفاء القود تعد إما على الجاني نفسه أو على غيره. فأما التعدي على غيره بأن تكون المرأة حاملا فإنه لا قود على المرأة الحامل حتى تضع وتسقيه اللبأ، فإذا أسقته اللبأ فإن وجدنا حافظا للصبي المولود فإنه تقاد، وإلا أنظرت حتى ترضعه حولين. هذا التعدي على الغير. وأما التعدي على المجني عليه إذا كانت الجناية دون النفس فلا بد أن تكون إلى مكان يؤمن معه الحيف، بأن تكون إلى مفصل. نعم. وتقتل الجماعة بالواحد. نعم، هذا جاء فيه الأثر عن عمر: لو تمالأ أهل صنعاء لقتلتهم به. ومسألة قتل الجماعة بالواحد له حالتان: إما أن يكون من باب الاشتراك، وإما أن يكون من باب التمالؤ. فإن كان من باب الاشتراك بمعنى أنهم اشتركوا بالفعل ولم يقصد كل واحد منهم قتله، وإنما اجتمع جماعة عليه فضربوه ولم يكونوا قصدوا القتل، فنقول إنما يقاد منهم من كان فعله صالحا للقتل. الحالة الثانية أن يكون بتواطؤ، فإن كان بتواطؤ منهم فإنهم يقادون به جميعا ولو كان فعل بعضهم لا يصلح للقتل ما داموا قد باشروا القتل، لقول عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأخذتهم به أو لقتلتهم به. فدل ذلك على أنه حال التواطؤ والممالأة كذلك. يبقى عند النوع الثالث الفائدة، وهي قضية الردء، والردء الذي يكون غير مشارك بالفعل وإنما يحث عليه أو يرقب الخبر ويرقب الحال. فالردء لما لم يكن مباشرا ووجد غيره المباشرة فإنه لا قود عليه وقد يعزر. نعم. ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد. نعم، هذا القود فيما دون النفس، فإن كل عضو يقاد بمثله بمعنى أنه يكون مثله في الاسم، اليد باليد، والموضع بأن يكون اليمين باليمين والشمال بالشمال والعين بالعين اليمنى باليمنى وهكذا. وبعضهم يقول والصحة، فلا يقاد السليم بالمعيب ويجوز العكس، لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية. نعم، هذا واضح وهو الأصل. ودية المرأة على نصف دية الذكر إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. نعم، هذه المسألة ورد بها النص وانعقد عليه الإجماع أن دية المرأة على نصف دية الرجل إلا إذا كانت الدية دون الثلث فديتهما سواء. وهذا الحكم لحكم أرادها الله عز وجل،
لأن اعتقادنا أن الله عز وجل أوامره لحكمة، لكنها قد تخفى عن أناس وتظهر لآخرين. قد نتلمس بعض الحكم التي لا تكون مضطردة ولكن قد تكون حكما. وقبل ذلك كله، من أعظم الحكم هي قضية التسليم لله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وفيه امتحان لكثير من الناس، كما جاء عن بعض الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءهم بعض الأخبار والأحكام ارتدوا، مثل ما جاء في قصة الإسراء والمعراج وغير ذلك. ولذا فإن كون دية المرأة على نصف دية الرجل هذه فيها معنى التسليم، ليس استنقاصا للمرأة وليس لأمر، وإنما حكم الله عز وجل. وانظر كيف جاء التسليم في هذا الأثر. جاء أن رجلا سأل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، فقال: يا سعيد، كم دية إصبع المرأة الواحد؟ فقال: فيه 10 من الإبل. قال: فإن جنى على إصبعين من أصابعها؟ قال: فيه كم؟ 20 من الإبل. قال: فإن جنى على 3 من أصابعها؟ قال: فيه 30 من الإبل. قال: فإن جنى على 4 من أصابعها؟ قال: فيه 20. فجاء السائل فقال: كيف ذلك؟ لما زادت الجناية عليها قل عقلها. انظر كيف العلماء يجيبون. قال: يا بني، هي السنة، هي السنة. إذن المسلم يجب عليه أن يسلم ما قال الله وقال الرسول على العين والرأس، سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يجب التسليم قبل كل شيء، ثم بعد ذلك قد تبحث في الحكمة، تصيب وتخطئ، علمها عند الله. ما لم تكن العلة منصوصة فهذه حكم، حتى لا يناط بها الحكم، لأنها ليست وصفا ظاهرا منضبطا. فالمقصود أن المسلم والمسلمة يسلمان لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم الخبر، والتسليم هذا هو كمال الإيمان. وقد يشرع الله عز وجل بعض الأحكام لزيادة إيمان بعض الناس وفتنة آخرين، ومنها ما ذكرنا في قضية الإسراء والمعراج قبل، فقد فتن بذلك أقوام وازداد إيمان أقوام آخرين. أبو بكر سمي صديقا لكمال تصديقه، ومنه ذلك الموضع. نعم. كتاب الحدود. نعم، بدأ المصنف بكتاب الحدود، وهي العقوبات التي رتب عليها حد مقدر شرعا. وتسمية هذه العقوبات بالحدود هذا مصطلح عند الفقهاء اصطلحوا عليه وتواضعوا، وإلا فالأصل في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء مشروع فإنه يسمى حدا، وبناء عليه فقوله صلى الله عليه وسلم: إلا في حد من حدود الله، أي مطلق العقوبات. والحدود أهل العلم يعدونها 6 ويلحقون بها على سبيل التبع 7، وبعضهم يعدها 5 والنتيجة واحدة. فالذين يعدونها 5 يقولون هي الزنا والقذف والشرب والسرقة والحرابة، والذين يعدونها 6 يزيدون الردة. الذين لم يعدوا الردة حدا قالوا: لأن الحدود هي زواجر وجوابر، ولكن الردة ليست جابرا لمن ارتد إذ يموت على كفره، فلا تكون حدا، إذ الحد من شرطه أن يكون زاجرا وجابرا، زاجرا لغيره، جابرا لذنبه. وبعضهم يزيد البغي فيجعله حدا 7، وقيل إنه ليس حد وإنما هو مقاتلة، فهي ليست عقوبة على الأفراد. نقف عند هذا الموضع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.